النهارده معانا الاوبل الكورسا الفيس ليفت، عربيه بحبها والفيس ليفت شكله حلو. تعال نشوف ايه اللي اتغير في العربيه ونفصصها حته حته. يلا بينا. واول حاجه هنبتدي بيها كالعاده هي تمن العربيه. ما بقتش تنزل غير بفئه واحده بس اسمها جي اس لاين، والتمن 1,310,000 جنيه. بس طبعا انتوا عارفين العامل النفسي ان هو بيخلوا ايه التسعة تسعة عشان ما تبقاش بتدفع 1,300,000. والمواصفه كلها هنا، وانتوا عارفين كان منصور اعلنوا ان هم ممكن لو حصل اي تغيير في السعر لغايه نص السنه يبقى في ما يسمى بالكاش باك. مواصفه العربيه سوبر ميني، طولها 4.60 متر بالظبط، تمام، وقاعدة العجلات 25-35، فاكر الرقم كده، يعني أكتر شوية من 2.5 متر. أما وزن العربية فبتتكلم في الطن. الموتور بتاع العربية الـ 1200 سي سي الثلاث اسطوانات التيربو اللي بيولد 130 بي اس اللي هما 128 حصان و 230 نيوتن متر، بيدفعوا العجل الأمامي من خلال ناقل الحركة الـ ايسن الست سرعات. تعليق الأمامي بتاع العربية ماكفيرسون، والخلفي طبعا في حالة العربية دي كابل تورشن بيم. طيب الفيس ليفت، الفيس ليفت فعلا هو جاء شدة الوجه، يعني زي ما بيقولوا جت كلها في مقدمة العربية. اتفرجوا عليها، زي ما انتوا عارفين كل الفيس ليفت بتعمل ايه، بيقدروا يغيروا البلاستيكات في العربية وكمان الإنارة. فأخدت الفايزر بتاع أوبل، انتوا عارفين الحتة دي بيسموها الفايزر اللي هو فاكرين شبهتها لكم بالكاسكتة، اللي هي الحتة اللي في الكاسكتة الممتدة عشان تدي الإيحاء ده، ولكن الشكل حلو بالذات مع اللون الرمادي اللي يمكن نور المعرض ظلمه شويه لان نور المعرض اصفر شويه، لكن هو عامل شويه زي الناردو جراي. اتفرجوا على الانوار، لا الانوار حلوه، ال- 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 يعني التحديث حلو بتاع الانوار، وطبعا زي ما انتم شايفينها LED ونور الديت الاشاره جاي بيحل محل الدي تايم رانينج لايتس من فوق. اما الجزء ده زي ما اتفقنا كله اتغير، تمام، حتى العلامه بتاعت اوبل بقت بالاسود ما بقتش بالكروم، والحته دي شكلها حلو. زائد الجزء ده عندي حساسات، يبدو ان هنا عندي المكان للرادار بس عندي حساسات اماميه زي ما انتم شايفين، وعندي الحته دي فيك بس عامله برضو ايه محليه المنظر تمام بتاع العربيه. وكالعاده المعدن في العربيه كله ما اتغيرش، يعني الحتت دي كلها ثابته ما اتغيرتش. اوريكم الموتور، كلنا عارفين الموتور ده المجموعة بتستعمله كلها يعني في كل العربيات الأصغر حتى الأكبر، لأنه بيقدر يطلعوا منه هورس باور أكتر. ثواني، فين الدراع عشان نثبت فين بقى المكان؟ أيوة، بس حاسس إن ده عالي شوية عليه. أوكي ماشي. الموتور الـ 1200 سي سي البيور تك زي ما أنتم شايفينه بيطلع كام؟ بيولد 130 حصان، 128 حصان و 230 نيوتن متر، بيدفع العجل الامامي، مفيش اي تغيير فيه. وبرضه هو موتور صغير فبيخلي وزن العربيه كله على بعضه صغير. ابل بتكوت الرقم بتاعها الرسمي 8.6%. تعالوا نتاكد من هنا. اهي استنى بصوا يا جماعه، حلو قوي، حاسس ان انا بغش النهارده، حاسس ان انا داخل امتحان سهل. فين فين فين؟ 8.7 اهي. والسرعة القصوى 208. من الجنب ايه التغييرات؟ اولا هو يمكن اللون باين شوية احسن من هنا، بس لون العربية دي حلو. اللي اتغير ايه؟ اوكي، المفتاح مش ستارت ستوب برضو زي ما انتوا عارفين، ودي اليونت بتاعت المفتاح اهي، لكن لما بقفل المراية او بقفل اللوك بتاع العربية المراية بتقفل، واخدين بالكم؟ فولدنج وانفولدنج. وكمان فيها ايه من هنا؟ بصوا من هنا عندي ايه؟ انوار اللي بيسموها بادل لايتس عشان تكشف لك من تحت، شايفينها باينه قوي LED، فده تغيير. واليونت كلها طبعا المرايه بالاسود، زائد برضو القوايم بالاسود اللي هو جلوس ما هواش فبر زي ده، فده برضو تحسين لل يعني افضل. والسقف بالاسود فتدي لك الانطباع اكنها هي ممكن تعتبروها تو تون يعني، بس دايما الحركه دي بتخلي العربيه منظرها رياضي. بالنسبه وقفلت لوحدها، بالنسبه للكاوتش فالكاوتش صغر بقى 16 بوصه، ودي مش حاجه حلوه قوي، بس يمكن تبقى احسن في الاقتصاديه بتاعه العربيه. 195 55 16. والجنط شكله اتغير، كاوتش يعني مش لايق قوي، مش مالي الحته دي، 17 كان هيبقى شكله احلى ويمكن بروفايل رياضي اكتر، ولكن هيبقى موفر اكتر البنزين وممكن يحسن التسارع. انتوا عارفين هي ما بتجيبش ارقامها بالظبط، يعني 8.7 دي بتحس انها تفاؤل شويه. غير كده ايه اللي اتغير؟ مفيش. تعالوا نتفرج عليها من الظهر. اتفرجوا على الانوار LED برضو، ونور الاشاره برضو LED، ودي حاجه نادره شويه في الفئه الاقتصاديه.
وكمان خدوا بالكم برضو ان الحته دي الفيبر كالعاده برضو اتغير، في تغيير صغير مش كبير، وما زال عندي العواكس تدي لك الستانس الاوسع تمام، وبرضو الحساسات بتاعه الركب، وفيها كاميرا رجوع اهي زي ما انتم شايفينها من هنا، وفتحتين الشكمان بتوع البيور تك، والعاكس الاكبر من تحت، نور الفرامل من فوق. بس اللي حصل برضو ايه، ان العربيه اخذت طابع رياضي ألذ، ان بقى في كمان كورسا بالاسود، والحته دي بقت كمان بلاك اوت بدل الكروم اللي هي اكيد ألذ. الشنطه ممكن برضو انكليك الشنطه من هنا، اوكي الشنطه، تعالوا اتفرجوا على الشنطه، بتنزل من ناحيتين، والشنطه مساحتها كام؟ 309 لتر بالظبط. شنطه مش وحشه في الكلاس ده بتاع العربيه، خدوا بالكم تصنيف العربيه دي بيسموه سوبر ميني، فهي عربيه صغيره. لو نزلت طبعا الكراسي هيبقى عندك مساحه. تعالوا نشوف عندي اي حاجه من تحت، اوكي عندي جنط، ده شكله مش مؤقت، ده شكله فول سايز، فدي حاجه حلوه قوي، 195 55 16، دي حاجه كويسه قوي. وهقول لكم ليه، دايما بقولها لكم برده نفس التعليق، اوكي لو عندك الجنط المؤقت اللي بيسموه الدونات، انتوا عارفين هو غالي، ولو عندك العده بتاعت المالي اللي هي السائل اللي بينزل في الكاوتش ويعالجه كويس، لكن لو حصل لا قدر الله وانت مسافر والكاوتش ده اتفلق ملهاش حل. فانا بحب دايما الجنط الكامل السبير في العربيه. تعالوا نشوف المساحه الخلفيه، قبل ما نشوف الكنبه الخلفيه دايما بعملها لكم في العربيات الصغيره لانه هي صغيره، احنا عارفين قاعده العجلات 25 35 اكتر ولا من 2 متر ونص، فمهم قوي ان انا اظبط الكرسي ده ما هواش هزار. طبعا هو هنا بزياده على العربيه دي، انا عامل حسابي طبعا اللي عنده عربيه صغيره عارف انها صغيره، فما ينفعش تبقى واخداه الجلاله، يعني ما ينفعش يبقى فارد قوي. هغير الزاويه لان زاويه الكرسي حد قوي، حاسس ان انا قاعد لقدام قوي، اوكي ممكن ارجعه كمان الزاويه ونشوف تاثيرها على المساحه الخلفيه. تعالوا نشوف، نفتح الباب ده، وايمن هيضطر يروح الناحيه الثانيه، وهنسيب له الكرسي زي ما هو، هنتعبه شويه. طيب فكده انا كنت مظبوط على الكرسي الامامي، طبعا صغيره، هي عربيه صغيره، ممكن لو طلعت ده شويه ده طالع اكتر تخيلوا، لكن انا قاعد طبعا مزنوق، عربيه صغيره كلنا عارفين الحكايه دي، ولازم ارفع المساند اللي هنا عشان ما تخبطنيش. ارتفاع الراس مش وحش، لكن انا خابط في الكرسي خابط خالص، يعني اي حد اطول مني هيعاني. طيب حصل ايه تغييرات من جوه؟ هنا بقى عندي انوار LED قفلت مع الكونتاكت بتاع العربيه، استنى يا جماعه هحاول اضحك عليها، اوكي لا مش عايزه، دول انوار LED، استنوا لازم ادور الكونتاكت، ثواني لحظه واحده، برضه ما نوروش سبحان الله، استنى اوكي دول انوار LED صدقوني يعني. اوكي الفرش 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 فرش اتغير، يعني في هو قماش ما زال زي ما هو، وعشان تكشف الايسوفيكس انكر بوينتس بتاعت الكراسي بتاع التشايلد سيت لو عندك، بس طبعا ان حد يركب تشايلد سيت هنا هتبقى صعبه، غالبا هتبقى عايز تحط كرسي الاطفال قدام اللي هو حسب السن بتقلبه او تعدله. الكرسي زي ما انتم شايفين فيه تجويف، وعندي من هنا ايه، ما عنديش اي حاجه خالص، مفيش اي مخارج، عندي نفق وعندي كاب هولدر مشترك هو ليا انا، لان في كاب هولدرز قدام، لكن المساحه طبعا صغيره جدا مفيش اي شك. ومش بس المساحه صغيره، زي ما انتم شايفين الطلعه هخيش في الحته دي، عربيه صغيره من ورا كلنا عارفين، بلاستيك 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 بلاستيك، ودي تاخد ازازه يعني اللتر بالكتير. تعالوا نتفرج على اللي حصل فيها من قدام، لان في شويه تغييرات من قدام. لا في تغيير، الحته دي كلها اتغيرت، الكونسول ده اتغير، والشاشه بقت اكبر قوي زي ما انتم شايفين، هنستعرضها لكم بسرعه جدا، لكن الحته دي اكيد اتغيرت. تعالوا نشوف كاميرا الرجوع، لازم العربيه تدور، استنوا دي اهم حاجه، هي كاميرا الرجوع، كاميرا الرجوع صغيره جدا ونقائها مش كويس. اوكي خلينا نشوف بقيه المواد في العربيه. لو جينا عند الحته دي فهي سوفت، لا مش سوفت، لا مش سوفت، هي بياخد ويدي، ما هواش اخشن حاجه، لكن زي ما انتم سامعين برضو بلاستيك. استنوا اطفي العربيه عشان احنا في مكان مقفول،
وهنا عندي التريم ده بالابيض حلو، وده التريم ده هنا بالاسود، ففي اهتمام بالتريم في الحته دي، لكن طبعا المواد كلها بلاستيك. الوحده بتاعت التكييف سنة من هنا زي ما هي ما اتغيرتش خالص. اوكي التكييف 2 زون، واو ايش ممكن 2 زون تخيلوا، وفي مانيو واوتو، لا مش 2 زون بس هما بتقدر تغير الحراره من ناحيتين واوتوماتيك، فدي حلوه قوي. من تحت عندي مخرج 12 فولت ويو اس بي سي جديد، مكان تخزين هنا في اضاءه خافته جدا، نقل الحركه الخريطه ما اتغيرش، وقفل الحته بتاعت الرجوع للحاره اللين ديبارتشر وورنينج كالعاده هما دايما بيحطوها في الحته دي، والفرامل كهرباء، ومكان للكوينز بتاعتك وكاب هولدرز هنا. طبعا دول كاب هولدرز، ده مكان للمفتاح. هنا درج التابلو، دايما بقول لكم درج التابلو في العربيه دي غريب من كتر ما هو غويط داخل لجوه خالص، يعني عشان اوصله لجوه لازم ايه يبقى عند دراعي فيه نص متر اكتر. دي بقت تعتيم الكتروني، وعندي من هنا الانوار ال اي دي زي ما انتم شايفين. هنا عندي المرايه ما فيهاش انوار، ومن فوق اللايننج الحته بتاعت السقف بالاسود والسماعات، لكن الكونسول كلها اتغيرت والشاشه الديجيتال كبرت شويه. بتهيالي تعالوا نشوف الشاشتين بسرعه جدا. الشاشه دي زي ما انتم شايفين هي فعلا زون واحده، والتكييف اوتوماتيك والمخارج بتاعته، ومن تحت فعلا عاملين هم البكرتين بيغيروا برضو في نفس الحته بالظبط الحراره. وده السيستم بتاعهم، في ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وابل كار بلاي بقى كمان وايرلس، فده اوبشن حلو يعني. والعربيه نفسها فيها باركينج سنسرز، حساسات ان تقول لك ان ضغط الهواء قليل، والثبات الالكتروني، وفيها برضو 6 اير باجز والتحذير من الخروج من الحاره. الحته بتاعت سيفتي دي اللي تهمنا شويه، بتقرا علامات الشارع، بتنبه القائد، وبلايند سبوت سنسرز دي برضو حلوه قوي، موجوده في المرايه. السيستم قفل يا جماعه، دايما بيعمل الحركه دي، لازم ادورها تاني معلش. واكتف سيفتي بريك اللي هي الفرامل الاماميه، وتقرا علامات الشارع زي من هنا. فهي فيها سيفتي فيتشرز حلوه العربيه دي، ما فيش شك، بالذات بالبلايند سبوت، وان كان العربيه صغيره لكن فيتشر حلو. ممكن نرجع تاني الكار للحته بتاعت فيكل سيتنجز ونشوف الكمفورت اللي عندي. انلوك درايفر اونلي، البيبان انلوك بوت، مش عارف ايه، يعني حاجه ستاندرد ما فيش مشكله. الانوار الاماميه هيد لايتس ويلكم لايتس اون، جايد مي هوم لايت عشان لما تفتح العربيه ولما تقفل العربيه تنور لك الانوار شويه. الشاشة اللي قدام السواق، فمازال عندي في دراع الإشارة في الحتة التوجل كده، السويتش اللي تفضل تلفه يجيب لك الدايلز، ممكن تاخد مينيمم كمبيوتر بتاع العربية، التريب كمبيوتر، استنوا راح فين، ايوه كده يجيب لي الاستهلاك، العربية واقفة طبعا، القيادة انها تقرا علامات الشارع، وكمان الحتة بتاعت الحارة ان انا ممكن اجي من هنا كده اطفيها، press and hold to deactivate عشان ما تنبهكش من الخروج، وبتقرا علامات الشارع زي ما انتم شايفين في الحته دي اهي، طلعها لي من هناك. النظام سهل وفيها كروز كنترول بس طبعا مش ادابتيف. اوكي اتفرجوا على الكراسي برضو، فعجبني السترايب الابيض ده رياضي، وفي خياطه من هنا اوكي الحته دي زي ما انتم شايفين، وفي دعم من هنا، كرسي مريح ورياضي ومش هيلسعك في الصيف. اتفرجوا على العربيه كلها، فالكونسول ده اكيد فرق في منظر العربيه. اما بالنسبه لعجله القياده فزي ما انتم شايفين مبططه من تحت، وبرده فيها كروم من هنا، وعلامه ابل بالاسود، والحته للسيطره على الميديا، والكروز كنترول بتاع العربيه. تعالوا نشوف بتتحرك ولا لا. اوكي تلسكوبيك وبتخش تطلع، ودي حاجه مش قليله في الفئه دي عشان تبقوا عارفين، ففيها حركه مش قليله. ومن هنا عندي الحته بتاعت الانوار اللي فيها الاوبشن بتاع اوتوماتيك زي ما انتم شايفين من هنا، وعندي مفيش مكان تخزين هنا، لا مفيش مكان تخزين. تعالوا نشوف باب السواق، بلاستيك لكن على الاقل عندي هنا جلد، هو طبعا مش جلد حقيقي لكن متبطن، وبرده بالاسود اللي فيه الصدفه الحته الصغيره اللي انتم شايفينها. مساحه التخزين دي كبيره، تاخد ازازه كبيره في الحته دي. وزي ما شفتوا دي كانت تفصيصه الابل كورسا بالفيس ليفت الجديد. انا شايف ان الفيس ليفت حلو ومعمول بذوق ورياضي اكتر، ولكن ان هم يعني قللوا عرض الكاوتش يعني مش هتبقى لذيذه. احب اجربها طبعا وتشوف هتفرق ازاي، ولكن الشكل العام بقى رياضي اكتر. العربيه اصلا شكلها حلو وشكلها اتحسن اكتر كمان في رايي، بالذات مع الانوار. بس لو عجبكم الكلام ده اعملوا لايك وسبسكرايب، ونتقابل في العرض القادم. سلام.